IP extension كارد. لما احط كارت IP extension فانا الكارت ده الكارت نفسه عليه دي اس بي خاص بيه، فانا هوصله على السويتش، ومن السويتش هوصله على الراوتر اللي عليه اشتراك في بي ام بوينت بوينت، وفي مكان تاني او فرع تاني او ريموت مكان ريموت لوكيشن هبقى حاطط الراوتر التاني اللي هو البوينت التانية اللي في بي ام، واقدر ساعتها اعرف عدة اي بي على السنترال ده من مكان تاني عن طريق الانترنت، او اربط سنترال تاني من حر. بس هنا ده مش للربط، ده للاي بي اكستنشن بالتحديد. يعني حاطط هنا كارت اي بي اكستنشن موصل بالانترنت عشان اقدر احط عدة اي بي على السنترال لكن في مكان تاني بعيد عن السنترال. وان كان انا ممكن احط هنا عدة على طول على السويتش تبقى من ضمن العدد، يعني لو ده عليه 16 عدة اي بي انا ممكن احط مثلا 15 عدة او 12 عدة عندي في الموقع بتاعي على نفس اللان اللي واصل عليها السنترال، وعدتين او ثلاثة او اربعة يبقوا في مكان تاني بعيد خالص، بس هيتعرفوا على نفس الكارت. الكارت هيبقى متوصل على السويتش، والسويتش واصل على راوتر، والراوتر عليه خدمة الانترنت في بي ان، وفي الموقع التاني هقدر احط العدد الباقية واعرفها على نفس الكارت ده لكن في مكان تاني بعيد بالسيكونس اللي انا شايفه ده. ده شكل الكارت فيزيكالي بيبقى عامل ازاي، كل اللي فيه نقطة توصيل، وبعد كده هيبقى بروجرامينج وتعريف العدد، وده سيكونس تاني هنتكلم عنه بالتفصيل في الـ NES1000 والـ NES500. ده شكل الـ IP Gateway، كارت الـ IP Gateway اللي هو 484 بالتحديد.